كالمعتاد خلينا نبتدي بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت معانا. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر بالأمس مشروع بحثي تحت عنوان وثيقة أبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030. الوثيقة دي بترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري لغاية عام 2030، سواء ده أو فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية. كمان امبارح وزارة الداخلية أعلنت عن مد فعاليات المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر واحد للاستمرار في توفير كافة السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة بتصل إلى 40%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها التقرير اللي صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء اللي بيؤكد إن الدولة بذلت جهود كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية باعتبارها إحدى الأسواق الواعدة التي يمكن لمصر تحقيق معدلات تجارية كبيرة فيها خلال المرحلة المقبلة، وده لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي. وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية بحلول عام 2025 لتحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية من خلال تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين. الخطة دي بتستهدف مضاعفة صادرات مصر للدول الإفريقية لتصل ل 15 مليار دولار بحلول عام 2025. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مشروع بحثي تحت عنوان وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، واللي بترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإرسال الوثيقة لعدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين لدراسة ما بها من أفكار، تمهيداً لعقد ورشة عمل موسعة معهم يستمع خلالها رئيس الوزراء والوزراء المعنيون لتعليقاتهم وملاحظاتهم ورؤاهم بشأن الوثيقة. أيضاً هيتم نشر نسخة موجزة من الوثيقة على منصة حوار للنقاش حولها من قبل مختلف طوائف المجتمع تعزيزاً للمشاركة المجتمعية. امبارح أعلنت وزارة الداخلية إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، هيتم مد فعاليات المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر للاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل 40%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. امبارح وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وبمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024، استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل عدد من رجال الدين المسيحي، وده لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين لاحتفال بهذه المناسبة. ويأتي هذا أيضاً في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة لأخبار المحافظات، البداية من شمال سيناء حيث تم بدء أعمال رصف طريق السادات خلف الموقف الجديد بمدينة العريش. في محافظة الغربية تم الانتهاء من مشروعات مياه الشرب بقرى حياة كريمة وتجهيز المرحلة الثانية. كمان امبارح في القليوبية تم تخصيص 4 مراكز للتخاطب لخدمة 600 ألف مستفيد في المحافظة. وفي اسكندرية تم تدريب 222 سيدة لتمكينهم اقتصاديا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. خلينا نعرف التفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في شمال سيناء أعلن مجلس مدينة العريش إن الشركات المختصة بدأت في رصف طريق عاطف السادات خلف الموقف الجديد، وتم على إثر ذلك استكمال رصف الشوارع الفرعية من الطريق الرئيسي بعد استكمال كل المرافق اللي تم عملها قبل عملية الرصف من خطوط المياه والكهرباء والكوابل الأرضية والهاتف وعملية رفع مستوى بلعات الصرف الصحي. في الغربية أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل 54 قرية بمركز زفتة تم الانتهاء منها والتوصيل للمنازل واللي بتتمتع حالياً بهذه الخدمة، كما تعمل الشركة في تجهيز مواقع العمل بالمرحلة الثانية وتخصيص الأماكن المحددة استعداداً للعمل الفعلي. في الأليوبية أكدت مديرية الشباب والرياضة أنه تم تخصيص 4 مراكز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمراكز الشباب، وهي مركز شباب مساكن إسكو بشبرا الخيمة، ومركز شباب العمار بطوخ، ومركز شباب كفر الجزار ببنها، ومركز شباب الأحراز بشبين الأناطر. بتخدم المراكز 600,000 مستفيد طوال العام، وده في إطار برنامج جسور الأمل لإنشاء مراكز للتخاطب على مستوى الجمهورية بهدف تنمية مهارات وتدريب وتأهيل ذوي الهمم بشكل مجاني لدعمهم ودمجهم بالمجتمع. في الأقصر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم التعامل مع شكاوى أهالي مدينة إسنا بوجود طفح لمياه الصرف الصحي بالشوارع، وتم إنهاء الأزمة تماماً، وده تلبية لنداء المواطنين. وتم إصدار تعليمات بالتعامل السريع مع شكاوى أهالي منطقة نجع الفوال وعمارات الدير بمركز إسنا. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 11 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها ما يقرب من 6000 سائح ضمن 121 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري. وبتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم بعملية تسهيل وإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية. في الإسكندرية نفذ المجلس القومي للمرأة سلسلة من الدورات التدريبية لتمكين السيدات اقتصادياً، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وذكر المجلس أنه تم تنظيم 9 دورات استهدفت إجمالي 222 سيدة في عدد من القرى لتنمية مهاراتهم في إدارة المشروعات.